نادرا ما تأخذ منهجيات الاختبار بعين الاعتبار، والأغلب ما يركز على هذه المنهجية واللي تعتبر نقطة مهمة جدا لمختبر الاختراق. وإذا فقدنا الاهتمام بهذه النقطة فقدنا التركيز على اختبار الاختراق وأهدافه. خلونا نبسطها بشكل أكثر. العديد من مختبري الاختراق يتردد في أنه يمشي على منهجية معينة لأنه يخاف أن هذه المنهجية بتعيق إبداعاته في استغلال الشبكة، ولكن للأسف في النهاية بيفشل في اختبار الاختراق وفي تحديد الخطر الحقيقي على الشركة أو المؤسسة. يعني في كثير من الأحيان العميل يطلب من مختبر الاختراق أن هل يقدر يصير أدمن أو مدير على الشبكة أو السيرفر. يتوقع العميل أن الهاكر لازم يكون روت أو مدير على الشبكة علشان يسرب معلومة أو يسحب ملفات أو أي نشاط ثاني، وفي الحقيقة أن الهاكر يقدر يسحب هذه الملفات وهذه المعلومات من الشبكة أو النظام بدون ما يصير روت أو مدير. يعني العميل من وجهة نظره أن الشخص لازم يكون مدير أو روت على الشبكة علشان يتم استغلال مواردها، ويطلب من مختبر الاختراق أنه يفحص ويختبر علشان يوصل لروت أو مدير. هذا هو منظور العميل. لازم تركز على منظورك كمختبر اختراق. العميل يخاف من تسريب هذه المعلومات أو اختراق الخصوصية، فأنت كمختبر اختراق لازم تحاكي جميع طرق الهكر في اختراق واستغلال الشبكات أو السيرفرات، فيمكن تتسرب معلومة ويمكن تخترق الخصوصية بدون روت أو مدير مثل ما ذكرنا لكم، فهذا بيكون هدفك في اختبار الاختراق. سلسلة القتل للمهاجم. يمكن أول مرة تسمع عن هذا المصطلح اللي هو الكيل تشين أو سلسلة القتل. في الأصل هذا المصطلح عسكري ويحدد هيكلة وطريقة للهجوم. يعني في البداية يحددون الهدف، وبعدين يرسلون قوات للهدف، وبعدين يهجمون على الهدف، وآخر شيء تدمير الهدف. هذا هو تعريف سلسلة القتل باختصار. بس إيش علاقة هذا المصطلح بالأمن السبراني والهكر؟ في عام 2009 في شخص اسمه مايك كلوبرت من شركة لوكهيد مارتن استمد هالمصطلح اللي هو سلسلة القتل للمهاجم أو أتاكر كيل تشين. هذه الخطوات يستخدمها الهكر علشان يهجم أو يقتحم الشبكات، والهجمات تكون متكررة على نفس الهدف. تقدر تطلع على الرسم البياني من موقع الشركة، بحط لكم الرابط تحت أسفل الفيديو، ولكن في هذا الكتاب عدلوا على الرسمة والسلسلة حتى تعكس بشكل دقيق طريقة تطبيق المهاجمين لهذه الخطوات من استغلال خدمات الشبكات والتطبيقات والبيانات. مثل ما تلاحظ هذه هي الرسم البياني اللي توضح سلسلة القتل للمهاجم. الرسمة بسيطة وخلونا نفصلها شوي علشان نفهم هذا المصطلح، ونبتدي من اليسار واللي هو الاستكشاف أو الاستطلاع الإكسبلور. وفي مقولة تقول أن وقت الاستكشاف ما يضيع الوقت أبدا، والمنظومات العسكرية تقر بأن من الأفضل معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العدو قبل الهجوم عليه. يعني مهما تقضي من الوقت في هذه المرحلة فما تعتبر مضيعة للوقت. وسبق وذكرت أن هذه المرحلة من أهم مراحل اختبار الاختراق، وعلى حسب التقديرات أن 70% على الأقل من جهد مختبر الاختراق أو الهجوم تكون في مرحلة الاستطلاع أو الاستكشاف. للأسف في كثير يهمل هذه المرحلة وما يعطيها حقها الكامل، يبي يخترق على طول أو يهجم. وفي هذه المرحلة رايحين نستخدم طريقتين في الاستكشاف، واللي هي الأكتف يعني مباشرة، والباسف طريقة غير مباشرة. باختصار الطريقة المباشرة يعني نتصل مباشرة مع الهدف وتجمع معلومات منه بشكل مباشر، والغير مباشر أو الباسف هو أنك تجمع معلومات عن الهدف بدون ما يدري الهدف أنك أنت قاعد تجمع معلومات عنه، ويكون بدون اتصال مباشر معه. خلونا نقرب الصورة أكثر وناخذ مثال على جمع المعلومات بشكل غير مباشر. مثلا تصفحت الموقع وجمعت بعض المعلومات عنها مثل البريد الإلكتروني ومكان الشركة،
أو رقم التواصل مع الشركة وغيرها من المعلومات اللي تلاقيها بشكل عام في الموقع. ويمكن الموقع أو الشركة عندهم حساب في موقع لينكدين، فتروح تبحث في موقع لينكدين على أشخاص يشتغلون في الشركة نفسها وتبتدي تجمع معلومات عنهم على حسب صفحاتهم الخاصة في موقع لينكدين أو أي موقع تواصل اجتماعي ثاني، ويكون الهدف تطبيق أساليب الهندسة الاجتماعية عليهم وغيرها من الأساليب، فحنا جمعنا معلومات عنهم بدون ما نتصل معاهم بشكل مباشر. هذا هو المصطلح اللي نسميه الباسيف أو الغير مباشر. النوع الثاني اللي هو جمع المعلومات واللي هو الأكتف أو بطريقة مباشرة، وهنا الهدف يقدر يعرف أنك أنت قاعد تجمع معلومات عنه. خلونا مثلا ناخذ مثال، مثلا شغلت برنامج فحص المنافذ أو البورتات، أو شغلت برنامج لكشف الثغرات، أو أنك أنت رحت بشكل مباشر للشركة أو المؤسسة وحاولت تدخل المبنى أو تقتحم المبنى. فهذا هو مفهوم الأكتف أو المباشر، وهنا الهدف يعرف ويكتشف أنك أنت قاعد تجمع معلومات عنه. الحين انتهينا من هذه المرحلة اللي هي مرحلة جمع المعلومات، نروح للمرحلة الثانية، وفي مرحلة الدليفري فيس أو اللي نسميها مرحلة التسليم أو التوصيل. من الاسم بتلاحظ أن المصطلح شائع، دليفري توصيل، يعني تطلب من مطعم، تطلب من سوبر ماركت، أو من أي مكان تطلب منه الطلب شلون يوصل عندك، أكيد بخدمة التوصيل أو الدليفري. وبالمثل هنا نقصد أن شلون أختار الطريقة المناسبة أو طريقة التوصيل حتى أصل لداخل النظام أو الشبكة. هل أختار مثلا أني أدخل على الشبكة على طول، أو عن طريق الواي فاي، أو عن طريق خدمة الويب، أو عن طريق التصيد عبر الإيميلات؟ فأنت تختار الطريق الأنسب أو السلاح المناسب لبدء الهجوم والاستغلال. ونجي لمرحلة الاستغلال أو الإكسبلويت. في هذه المرحلة خلاص حنا نطبق الاستغلال بعد ما اكتشفنا ثغرة أمنية معينة أو خطأ أمني. هذه هي المرحلة اللي تسمح للهكر أنه يوصل لهدفه. يمكن يكون الاختراق صار من مرحلة واحدة بس، مثلا لقيت ثغرة أمنية معروفة في نظام التشغيل أو الأوبريتنج سيستم واستغلتها عن طريق بفر أوفرفلو. هذه هي معنى مرحلة واحدة بس، أو يمكن الاختراق صار عن طريق أكثر من مرحلة. مثلا الهاكر وصل وصول فعلي على مبنى الشركة وسرق دفتر هواتف الأشخاص اللي يشتغلون في الشركة، وبعدين استخدم الأسماء الموجودة في الدفتر وسوى قائمة أو لستة علشان يخمن فيها تسجيل الدخول على صفحة الشركة، وبالإضافة أن أرسل إيميلات لكل الموظفين اللي يشتغلون في الشركة، وهذه الإيميلات تحتوي على ملفات خبيثة أو فيروسات علشان يخترق أجهزتهم. مثل ما تلاحظ أن في أكثر من مرحلة صارت. هذا هو الأسلوب اللي يمشي عليه الهاكر يوم يستهدف شركة أو مؤسسة معينة. وآخر نقطة في الرسمة اللي هي مرحلة الإنجاز أو Achieve Phase. ومثل ما تلاحظ في عندنا نوعين، Action on the Object يعني العمل على الهدف، والثاني Persistence يعني الاستمرارية والمثابرة. إيش نقصد فيهم؟ نقصد بالأولى اللي هو العمل على الهدف، يعني تصير بشكل متكرر ومستمر ويكون في أكثر من هدف مختلف. مثلا في شركة استعانت بهاكر علشان تسبب في قطع الخدمة على شركة ثانية منافسة لها بهدف سحب العملاء أو الزبائن من عندهم. وعندنا مثال ثاني، أن المهاجم يرفع صلاحيات اليوزر من مستخدم عادي إلى مستخدم عنده صلاحيات أكثر مثل الروت أو الأدمن، أو أنه يخترق أكبر عدد ممكن من الحسابات على الشركة. فهذا النوع من الإنجاز يكون متكرر ومستمر. النوع الثاني من الإنجاز اللي هو الاستمرارية والمثابرة، يعني إذا كانت في قيمة في اختراق شبكة أو نظام، ومن المحتمل أنها تزيد هذه القيمة ويكون في وصول مستمر للهدف. هذا يسمح للهكر أن يحافظ على اتصالاته مع النظام المخترق، ومن جهة نظر المدافع
هذا النوع يكون من السهل كشفه. هذه هي سلسلة القتل أو الكل شين، وهو نموذج لسلوك المهاجم يوم يحاول يخترق شبكة أو نظام معين، وتختلف عن منهجية مختبر الاختراق. فلازم إحنا كمختبرين اختراق نحاكي ونمشي على المنهجية اللي يمشي عليها المخترق أو الهاكرز، وإيش هي الأساليب اللي يستخدموها علشان يخترق فيها الشبكات أو الأنظمة. وهذا الشيء بنشوفه إن شاء الله في هذا الكتاب. وصلنا لنهاية الفيديو، وأدري أن الدرس كان طويل، بس لازم نفهم المفاهيم الأساسية حول الهاكر والهاكر الأخلاقي والأمن السبراني، وإيش هي المنهجية اللي يمشوا عليها الهاكرز، ونحاكي طرقهم وأساليبهم. وما زلنا مستمرين في الفصل الأول، وفي الدرس القادم بيكون على نظام كالي لينكس، وراح نتعرف أكثر على هذا النظام الجبار بصورة أقرب والمزيد إن شاء الله. ونشوفكم على خير في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.